الحمد لله ثلاثة نقاط هذه غتعطينا واحد الثقة، فغنحاولوا ما تكونش ثقة زائدة إن شاء الله باش نمشيو لجنوب أفريقيا إن شاء الله باش نحققوا المنتخب إن شاء الله، ولما لا نجيبوا انتصار من جنوب أفريقيا اللي غتكون مباراة قوية إن شاء الله، ونحاولوا معك إن شاء الله نجيبوا ثلاثة نقاط من تما ونفرحوا الجماهير الودادية إن شاء الله. بطبيعة الحال فالتعادل كان دخلنا شوية في الهدوء، فالحمد لله مع التعليمات ديال سيفوزي المنزرتي خلانا ندخلوا في دوزيام ميطا واثقين من الانفس ديالنا، واستطعنا نسجلوا في الاول دقائق ديال الشوط الثاني اللي سهلت علينا المباراه وخلتنا نزيدوا الهدف الثالث والرابع والخامس. الجهد الكبير اللي قاموا به وعلى هاد النتيجه اللي حصلنا عليها غتخلينا اننا نلعبوا بالاريحيه ان شاء الله في المقابله الجايه جنوب افريقيا، وتنتمنى اننا نكملوا في هذا المسار الجيد ان شاء الله ونفرحوا الجماهير الوداديه خاصه والجماهير المغربيه عامه ان شاء الله. الحمد لله لو بلوز امبورطون هو ربحنا، وهادشي ما تيعنيش باللي صافي رحنا وني كاليفيه، بالعكس مازلنا ماتش كونتر سان داوز جنوب افريقيا اللي سوا تنوجدوا ليه من دابا، وتنبغي نهني اللاعبين على هذا المجهود اللي قاموا به الحمد لله، وما كانش ماتش سهل بالنسبه لنا، كان ماتش صعيب. لا ما كاين حتى شي حاجه، بالعكس مكونسونطرين في كاع لي كوب، حنا تيهمنا كل شيء، الجمهور الوداد تيهمو كل شيء وحنا تيهمنا كل شيء. وقع والو حيت هذه الكره ملي كتضيع دي زوكازيون اربعه ولا خمسه دي زوكازيون قدام البوتو سي نورمال اونكيسي، وهذه هي الكره. المباراه كانت جيده، فدائما المباريات ما كتكون صعيبه فما كاينش مباراه سهله، وخصوصا في المستوى على مستوى دوري ابطال افريقيا، فكنظن ان الحاجه الجميله هو ارضيه الميدان مولاي عبد الله، فلازم اننا نبقى ارضيه من المستوى العالي، ساعدتنا اننا نقدموا واحد المستوى جميل ونسجلوا اهداف كثيره. النقطه السوداء في المباراه هو الطريقه كيفاش تلقينا جوج الاهداف، كنظن ان ما مسموحش لنا نتلقاو اهداف بهذا الشكل، وخصوصا كتعرف ان غيجيو فرق اللي اقوى من المنافس ديال اليوم، فخصك تكون محطوط 100%، فكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون بدايه جيده ان شاء الله، ونجمعوا ما يكفي من النقاط باش نحققوا الهدف ديالنا على المستوى المتوسط والقريب هو اننا نمروا لدور الربع النهائي. دائما اللاعب بعيد عن القواعد ديالك فدائما ما كيكون عنده تاثير، فكنظن ان الجمهور حاول حضور الجمهور حاول ينقص شويه من التاثير، فكنشكرهم اللي دائما ما كيكونوا معنا، وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم اننا نحقوا لهم ان شاء الله داك الشيء اللي كيتسناو ان شاء الله الرحمن الرحيم هذه السنه. سي ماتش فوالا انا تومي سون بون ايكيب دو لا سيك اي ابري ان بريمير مي تان سيتي ان بو ديفيسيل اي ان دوزيام مي تان On a su trouver les failles et voilà, on gagne 5-2, on est content et on va se concentrer sur le prochain match, Inch'Allah. Les vues de Moussaoua, c'est ce qui est en train de nous faire. Mais, Alhamdoulilah, par exemple, nous allons faire un match de Massa. Merci. Nous allons faire un match de Massa. مضاد استغل باش يسجل فريق الخصم، في الشوط الثاني ركزنا واستطعنا باش نسجلوا اربعه ديال الاهداف. هو كما شفتوا اللقاء ما كان سهل، الفريق كان ند الفريق ديالنا، وكما شفتوا حتى حنا كنا واقفين وسط التيران وقدرنا اننا نحسموا اللقاء بخمسه اهداف، هذا الشيء ماشي سهل، نتمنوا اننا نبقاو غاديين في نفس الريتم ان شاء الله. كما راه فريق الوداد البيضاوي كيعيشير بنتائج ايجابيه، هو فرحه لا توصف كما شتي اول بيت ليا في الشامبيونز ليغ، وكنتمنى انه ما يكونش اول بيت، هذه لا تكون الا البدايه ديالي مع فريق الوداد البيضاوي، ونتمنى انني نعاون الزملاء ديالي في الدورات المقبله.